اهلا بيكم في قراءة اخطر كارت. فكر في شخص او حط شخص في بالك، ايا كان مين هو الشخص ده، سواء شخص انت موجود معاه دلوقتي وعايز تتأكد من حبه ليك، او العلاقة ما بينكم رايحة لفين، كراش وعايز تشوف مثلا هل هيعترف، هتقربوا من بعض، حد انت منفصل عنه وعايز تشوف هل هيكون في فرصة ما بينكم ولا لا. فمن خلال القراءة دي ان شاء الله هنحاول نعرف نوايا الشخص اللي انت حطيت نيتك عليه خلال الفترة المقبلة، ناوي على ايه تجاهك ايا كان وضع علاقتكم. القراءة دي مدتها شهرين من اي وقت انت سمعتها فيه، بغض النظر هي نزلت امتى. كمان القراءة دي هتكون بالحروف، هسيب لكم الحروف هتظهر على الشاشة. اول ما نبدأ القراءة هسيب لكم حروف كل مجموعة، وكمان هسيبها في أول تعليق. لو أنت مش حابب تختار بالحروف، تقدر إن أنت تختار بشكل الكروت. دي هتكون المجموعة الأولى ودي المجموعة التانية. تقدر برضو تختار بالأرقام، رقم 1 ورقم 2. ممكن كمان تختار مجموعة لشخص في بالك أو أكتر من مجموعة لأكتر من شخص زي ما تحب. تمام، خلينا نبتدي بالاختيار الأول. الناس اللي اختارت الكروت دي، خلينا نشوف ايه الأخبار. خير بإذن الله. خلينا أول حاجة نشوف طاقة العلاقة دلوقتي. تمام، اوكي. طاقتك انت ال 7 اوف سورد، بشوف ان يمكن ممكن يكون ده كراش او شخص انت منفصل عنه، الطاقتين موجودين هنا، بس على الاغلب ده شخص انت منفصل عنه، وبشوف ان انت اللي مقرر الانفصال ده. لو القراءة دي عكسية عكسها، ولكن انا بشوف ان الشخص ده حاسس بالرفض وحاسس انك مش عايزه ومفتقدك بشكل كبير، وحاسس ان هو وحيد بدونك، وان هو بيحاول مثلا يتواصل معاك وانت بترفضه. حتى لو كنتم متجوزين ممكن تكون كمان رافع عليه قضايا او سمعته كلمات قاسية، فهو الشخص ده زعلان منك قوي وحاسس بالرفض وحاسس ان انت مش مهتم بيه ومش عايزه. كمان هو شايف ان انت يعني مركز على حياتك دلوقتي العملية والمهنية، وانه انت ما بتبصش وراك قوي. الشخص ده زعلان وشايف ان هو مش من اولوياتك ومتضايق قوي. لانه شايف ان انت مش ان هو مش من اولوياتك، وان هو في قلبه حب كبير قوي عايز يقدمه لك، لكن انت مش مستعد تقبل منه اي عرض. وشايفك ان انت مثلا متكبر عليه او حاطط حاجز ما بينك وما بينه في العلاقة. انا عارف ان قد تكون القراءة دي متحملة عليك، بس زي ما قلت لكم في البداية، لو القراءة دي عكسية عكسوها، لكن هي دي الطاقة اللي طالعة معانا، ان الشخص ده شايفك متكبر نوعا ما، وخلاص بقى ركزت في دراستك في نجاحك في الشيء اللي انت بتعمله، ومش باصص وراك تماما ولا ورا ظهرك تماما يعني، ومركز بس في الحاجة اللي انت بتعملها. الشخص ده ناوي معاك على ايه؟ انا بشوف ان هو ناوي يستناك. هو شايف مثلا انه انت سافرت مثلا تدرس في مكان تاني، او واخد اجازة من العلاقة علشان عايز تركز في شغلك دلوقتي او في الدراسة اللي انت بتعملها او whatever ايه، وشايف ان انت رفضه علشان حاجة تانية انت اديتها الاولوية. بشوف ان هو مستعد يستناك بكل صبر،
لحد ما انت تحنله وتسامحه وترجع له. بشوفه مستنيك. ده على فكرة يمكن الشخص ده مثلا بيمشي يدور عليك في الشوارع، بيقول يا ريت أقابله صدفة حتى. فبشوف انه بيدور عليك بشكل كبير، يعني هو حاسس بالرفض وعنده استعداد انه يصبر وعنده استعداد ان هو يستناك. اه ممكن يكون واخد منك موقف متضايق، لكن هو بيحبك في الأخير. وشوية يمكن هو حاسس بالظلم، يعني انه المفروض ان هو يكون واقف جنبك وبيدعمك وانت مش مديله الفرصة لكده. فانا بشوف انه انت والشخص ده محتاجين تتكلموا مع بعض. يجوز اه في حاجة مزعلاكم من بعض، لكن الصمت عمره ما كان حل لأي مشكلة. محتاجين ان انتوا تتكلموا مع بعض، محتاجين ان انتوا تتناقشوا وتوصلوا لحلول سوا، لأن الصمت عمره ما كان بيحل أي مشكلة. خليني طيب أخد لك رسالة منه ونشوف هو عايز يقول لك إيه. بيقول لك إن هو مستعد يستناك وبكل صبر يعني، وإنه حاسس بعدم التوازن بدونك. اعتقد برضو لبعضكم ممكن يكون في خلاف مادي او حاجة ممكن للبعض منكم. الشخص ده مستعد يستناك على فكرة، مستعد يستناك ومستعد كمان ان هو يحارب لأجلك. انا عارف ان ممكن تكون في حاجات ضايقتك منه او زعلتك منه، بس انت محتاج تعمل تسامح، محتاج انك تتكلم معاه وتديله الفرصة دي. هو مستني ان هو يسمعك يعني. طيب خلينا نشوف ملائكة الحب هيقولوا لكم ايه. religious factor، يجوز لبعضكم في اختلاف اديان أو رفض أهل. طيب خلينا نشوف الأنجل أنصر هيقولوا لكم إيه. بيقول لك صدق إحساسك واستمع لإحساسك الداخلي. محتاج إنك تعيد تقييم الأمور مرة أخرى وتصدق إحساسك. وهنا بيقول لك forgiveness أهو، في تسامح لازم يحصل. فأنت محتاج تعمل تسامح مع الشخص ده. أنا مش واضح لي بالظبط يعني هو ضايقك في إيه. يجوز مثلا هو بيتدخل في شؤونك ممكن، بس مش واضح لي بالظبط إيه الحاجة اللي ممكن يكون ضايقك فيها. لكن الأكيد إن الشخص ده بيحبك بصدق وفي قلبه كل الحب تجاهك، وحاليا هو حزين جدا 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 على عدم تواصلكم يعني. فأنا بشوف انه زعلان قوي، زعلان جدا يعني، انه شايفك ان انت مطنشه ومش مهتم بيه. لو عكسية القراءة اعكسها، بس هي دي الطاقة اللي ظهرت معانا. طيب خليني اشوف يعني هل هيكون في فرصة، او لو في فرصة هل الشخص ده يستحق الفرصة دي. هو في فرصة طبعا، وفرصة كبيرة، وهيكون في ما بينكم كمان ان شاء الله لقاء وهتتناقشوا. لكن انت صاحب قرارك يعني، زي ما قلنا او زي ما الملائكة قالت لك يعني، امشي وراء احساسك، اعمل اللي انت تحس ان انت عايز تعمله، لانك طبعا مش مجبر على شيء. خليني برضو اخد لكم كارت من هنا. بيقول لك انت اللي بتصنع احلامك لنفسك، فحاول انك تصنع احلام ايجابية وجميلة. قبل ما اخد لكم كارت من هنا، خليني اقول لكم الابراج الموجودة في القراءة. في برج الدلو والعذراء، برج القوس،
العقرب، السرطان، الحمل، الجدي، الجوزاء، الأسد، الميزان، الحمل أعتقد قلناه، والحوت، والطاقات كلها موجودة. spiritual teacher، انت دلوقتي وصلت لمرحلة قوية جدا من الروحانيات، فتقدر ان انت تستخدم روحانياتك دي في شفاء نفسك وشفاء الاخرين كمان، لان ده هيقوي من الهالة بتاعتك. حاول تتواصل مع الطبيعة ومع الحيوانات، لان ده هيعلي من طاقتك الروحانية. فانا شايف انه ممكن تكون انت اللي بتتعمد تعمل صمت عقابي على الشخص ده، عايز تغيظه، عايز تضايقه علشان شيء ما، والشخص ده متضايق قوي، يعني مش حابب بالطريقة دي، وشايف انها مش حل لأي مشاكل ما بينكم، وفعلا هي مش حل لأي مشاكل ما بينكم. لكن الأكيد ان الشخص ده مرمكش ورا ظهره، ومستعد انه يصبر عليك ويتحملك ويديلك فرصة مرة تانية، وشايف ان انت اللي رميته ورا ظهرك يعني. فبصراحة شوية يمكن تكون عجيبة القراءة دي، لكن هي دي الطاقة اللي طلعت معانا. فيعني أتمنى برضو تقول لنا في التعليقات إيه قصتك مع الشخص ده. فده كان بالنسبة لكم الاختيار الأول. ياريت لو عجبتكم القراءة دي تحطوا لنا لايك، تعملوا شير، تكتبوا لنا تعليق جميل حتى لو بقلب، لأن ده بيفيد القناة بشكل كبير. وخلينا نروح للمجموعة اللي بعد كده. طبعا انت لو مش حابب تستنى واحنا بنوزع الكروت، تقدر تروح على اول تعليق، هتلاقي توقيت القراءة التانية، تقدر تروح عليها على طول. تمام، ونروح بعد كده للاختيار التاني، الناس اللي اختارت الكروت دي. خلينا نشوف ايه الاخبار. خير ان شاء الله. اول حاجة هنشوف طاقة العلاقة دلوقتي، التو اوف كابس. يا سلام. تمام، طاقتك انت الـ Knight of Wands. غالبا ده شخص انت لسه متعرف عليه جديد، ممكن يكون كراش او حد انت تعرفه من خلال الانترنت، ممكن كمان يكون ده شخص توأم روح، ومثلا انتوا اتخانقتوا وهو وحشك عايز تكلمه تاني. المهم ان هي علاقة جديدة على كل حال، يعني هي علاقة جديدة، وغالبا انتم ممكن تكونوا لسه متعرفين على بعض جديد وبتبادلوا بعض يعني الاهتمام، وانت متحمس جدا للعلاقة دي ومتحمس جدا انك تكون مع الشخص ده، لكن ما بتحاولش ان انت تبين له الاهتمام ده، ما بتحاولش حتى ان انت تعلقه بيه، لانك مهتم بيه، لكن في نفس الوقت لسه ما اخدتش القرار هل انت هتكمل معاه ولا لا، هل هو شخص مناسب ليك ولا لا. انا مهتم بيك وانت عاجبني وانا مبسوط جدا ان احنا بنتكلم مع بعض، بس انا مش عايز اتعلق بيك وفي الاخر ممكن انت تسيبني، ومش عايز اعلقك بيا وانا لسه ما قررتش هل انا هكمل معاك ولا لا. فبشوفك متحير نوعا ما، او عندك تردد اذا كنت تدي فرصة للشخص ده ولا لا.
الشخص ده قد يكون أكبر منك سنا أو أنضج منك نوعا ما. بشوفه شخص روحاني قوي، شخص جذاب، شخص جميل ومعجب بيك على كل حال. يعني ممكن برضو يكون العكس، ممكن تكون أنت الأكبر منه وجذاب وكل الكلام ده، ممكن تكون أنت الشخص الروحاني. لكن أنا بشوفك على كل حال مش مبين له الاهتمام، وهو عارف كده، هو عارف ان انت بتخبي مشاعرك، هو عارف ان انت بتحبه وان انت مهتم بيه، وعارف ان انت بتخبي مشاعرك عنه. يعني هو متأكد من حاجة زي دي، لكن هو مسلم أمره لربنا وسايبك على راحتك، وبيقول يعني انت تيجي وقت ما تيجي هو هيحترم رغبتك ومش هيضغط عليك. لكن اللي هو متأكد منه إن يوما ما هيكون في فرصة في علاقتكم، وهو عايز الفرصة دي. الشخص ده منجذب لك بشكل قوي، لكن زي ما قلنا الشخص ده بيحاول إن هو يتحكم في مشاعره ويسيطر عليها احتراما لرغبتك أنت، وهيسيبك يعني إن أنت تيجي في الوقت المناسب، وقت ما تحب إن أنت عايز تيجي، ووقت ما تحب ان انت عايز تدي للعلاقة دي فرصة. هو مش عايز يضغط عليك يعني. فخلينا نشوف ايه المتوقع انه يحصل لقدام. بس انت شكلك شخص جذاب، انتوا الاتنين والله يعني ممكن تكونوا جذابين وحلوين يعني كشكل خارجي واهتمامكم بنفسكم وكده. فانا بشوف ان الشخص ده هيصبر عليك، قد تكون لبعضكم القراءة دي مكملة للقراءة الاولى. الشخص ده عايز الاستقرار معاك، وعارف انه ده مش وقت مناسب للاستقرار، بحيث انه انت محتاج مثلا وقت كافي، لسه ما اديتلوش الثقة، وهو مقدر ده وما عندوش مشكلة انه يصبر عليك يعني. لكن هو عايز يثبت لك يعني حسن نواياه، وعايز يثبت لك قد ايه ان هو شخص جاد وانه مهتم بيك وبيحبك بصدق يعني. على كل حال برضو يعني الكروت بتقول لك برضو مش صح ان انت تدلق وتدي الفرصة مرة واحدة لحد انت ما تعرفوش كويس. يعني لو حاسس ان انت محتاج تحط مساحة بينك وبينه، ده مش غلط، اعمل كده عادي وقرب في الوقت المناسب. لكن الاكيد انه فعلا بنسبة كبيرة ده ممكن يكون توأم روح بالنسبة لك، وفي ما بينكم تفاهم كبير. انتوا الاتنين اشخاص جذابين وروحانيين وجمال جدا ومنجذبين لبعض بشكل كبير. بشوف انه الشخص ده هيستناك وهيدي لك الفرصة وقت ما تحب يعني. فخلينا برضو نشوف ملائكة الحب هينصحوك بإيه. بيقولك نادي على السول ميت بتاعك، مش قلتلك انتوا توأم روح؟ بيقولك من خلال الصلاة والتأمل والتوكيدات وقانون الجذب هتقدر تساعد الكون انه يجذب لك توأم روحك اللي انت بتدور عليه بشكل أسرع. لو انتوا جداد وأول مرة بتشوفوا القناة، أنا عندي قناة تانية للروحانيات، هتلاقوا فيها فيديو أو عدة فيديوهات بتتكلم عن قانون الجذب والتوكيدات والشاكرات وكل الحاجات دي. تقدروا ان انتوا تروحوا عليها، هتلاقوا الرابط موجود في صندوق الوصف. ولكن قناة الروحانيات مش القناة الاحتياطية يعني، لان في كذا رابط. روحوا على قناة الروحانيات هتلاقوا الفيديوهات دي هتساعدكم ان انتوا تعملوا قانون الجذب والتوكيدات بصورة سهلة جدا يعني، تقدروا تعملوا كده. وهنا بيقولك انت بالفعل قابلت توأم روحك اللي انت بتدور عليه، فبنسبة 90% ده توأم روح، حتى لو انت لسه متعرف عليه جديد وفي ما بينكم تفاهم على مستوى عالي وانتوا بتحبوا بعض بصدق يعني، والشخص ده نوايا انه يقرب منك لكن هو مش عايز يضغط عليك يعني. وقت ما انت تحب هو معاك، ما فيش مشكلة. خلينا برضو نشوف الانجل انصر هيقولوا لكم ايه. بيقول لك حل سلمي، تقدروا ان انتوا تلاقوا مع بعض حل وسط وحل سلمي. مش شرط يعني انه لحد ما ده يحصل تكونوا مثلا ما بتتكلموش كتير او كده يعني، لا، اتكلموا بطريقة كويسة وقربوا من بعض، وخلونا نأجل مثلا اتفقنا على العلاقة شوية
خليكم كويسين مع بعض في التعامل، يعني ما تحسسوش مثلا ان انت قافل منه او متردد او كده، بالعكس قرب منه واسمع منه، وهو كمان مستعد يسمعك ومتفهم حتى من غير ما تقوله، يعني هو شكله بيعرف يقرأ افكارك وشكله شخص ذكي جدا، عشان كده بقولك هو شكله شخص روحاني انضج منك اكبر منك، هو شخص ذكي ولماح على فكرة وبيلقطها وهي طايرة، وبيعرف ازاي انه يحس بيك ويقرأ افكارك، ومتفهم ده جدا. خلينا برضو نشوف اليونيفيرس هينصحوكم بإيه. طلع لك كارتين بيقول لك يعني حاول انك تعيش روح المرح، وبيقول لك محتاج ان انت يعني تواجه مخاوفك وتتعرف على كل حاجة من حواليك كأنك بتتعرف عليها لأول مرة، وتأكد ان انت شخص مرشد وان الكون بيرشدك لطريق النور. قبل ما اخد لكم نصيحة من هنا، خليني اقول لكم الابراج الموجودة في القراءة. في برج الحوت ظاهر كتير، هو برج الحمل، برج الثور، برج الاسد، الجوزاء، الميزان، والدلو، العقرب بس، والدلو اعتقد قلناه برضو، لو ما قلناهوش فهو موجود، والطاقات كلها موجودة. فخلينا نشوف الفيريز هينصحوكم بإيه هم كمان. بيقولك emotional healing، انت في عندك طاقة غضب او خوف من علاقات سابقة، محتاج ان انت تتحرر من الألم والخوف اللي عندك والغضب علشان تقدر ان انت تستقبل بركة الحب الجديدة. اعتقد الكارت ده يخص شاكرا القلب، انت شاكرا القلب عندك ممكن يكون فيها بلوكات بسبب علاقات سابقة فاشلة او غير ناجحة، فانت محتاج ان انت تستخدم التوكيدات علشان يعني تنشط او تعالج، سوري مش التوكيدات، محتاج تعمل توازن وشفاء لشاكرا القلب عندك. برضو فيديو الشاكرات هتلاقوه موجود على قناتي التانية، فمحتاجين تعملوا يعني تحرر من طاقة الغضب اللي عندكم وتوازن لشاكرا القلب عندكم برضو. ده كان بالنسبة لكم الاختيار التاني، اتمنى ان القراءة دي تكون عجبتكم. لو كان عندكم يعني اي تعليق او حابين تحكوا لنا قصتكم، يا ريت تقولوا لنا ده في التعليقات. فاتمنى لو القراءة دي عجبتكم تحطوا لنا لايك، تعملوا شير، تكتبوا لنا تعليق جميل حتى لو بقلب، لان ده بيفيد القناة بشكل كبير. بشكركم طبعا كلكم على حسن المشاهدة، وبتمنى لكم السعادة والحظ الموفق. مع السلامة.